طبعا قيامة يسوع المسيح والظهورات هي برهان أولا على قيامة يسوع المسيح بالجسد، ثم الظهورات قوت وعززت إيمان التلاميذ، والظهورات أعطت المصداقية والشرعية لكلمات المسيح. ظهورات المسيح كان حتى يصرف وقت مع التلاميذ قبل صعوده إلى السماء حتى يشرح أكثر عن الملكوت الجديد. ثم المسيح تمم كلامه وحفظ كلامه إنه إذ قام في اليوم الثالث وظهر للتلاميذ أيضا. الظهورات هي أيضا تتميم للنبوات، ثم ظهر ليؤكد دعوته للتلاميذ واختياره، أنه فعلا اختارهم واسترد اعتبارهم ومكانتهم أيضا. طبعا ظهورات المسيح من هذا المكان صعد إلى السماء، وقبل الصعود أعطى المأمورية العظمى أن يذهبوا إلى العالم ويكونوا شهود له مبتدئين من أورشليم، ليؤكد أيضا محبته، وهذا شيء طبعا كان مهم جدا لأنه تغير يوم العبادة، لأنه شافوا فعلا يسوع المسيح في الجسد، فابتدأت العبادة يوم الأحد، وهذا إن دل على شيء بدل النصرة على الموت، لأنه فعلا من خلال ظهوراته أكد على نصرته على الموت. وطبعا عندما رأوه هذا يعطي الرجاء لقيامتنا، وأيضا لكرازتنا تعطي مصداقية وأساس إيماننا، نحن نتبع المسيح الحي.